اليوم حضرتنا لهذا اليوم عن المستندات والسجلات المخزنية. عندنا المستندات والسجلات المخزنية، إن الهدف من استخدام المستندات والسجلات المخزنية هو تسهيل عمليات استلام وإصدار المواد المخزنية والرقابة عليها، ويختلف عدد وتصنيف المستندات المشى إلى أخرى حسب النشاط وطبيعة المواد المستخدمة فيها. عندنا أول المستندات المخزنية. مستند استلام مخزني، استلام بضائع. أولا ينظم هذا المستند من قبل أمين المخزن عند استلام مواد مخزنية جديدة مطابقة للمواصفات. ثانيا عدد النسخ متكون من 3 نسخ، النسخة الأصلية ترسل إلى الحسابات المالية تثبيتها في السجلات، النسخة الثانية ترسل إلى الحسابات المخزنية ترحيلها إلى بضاعة أستاذ المخازن، النسخة الثالثة تبقى في الدفتر لدى أمين المخزن ليقوم بتثبيت بياناتها في بطاقة الصنف. عدي ثالثا شكل المستند. شكل المستند، عدي مستند استلام مخزني ينظم من 3 نسخ، نسخة الحسابات المالية ونسخة الحسابات المخزنية ونسخة المخزن. تكون من الرقم، تاريخ، رقم قائمة المجهز، رقم الاعتماد ينذكر، رقم أمر الشراء الطلبية يقصد بيها، اسم المجهز يذكر شنو اسمه. عندي هنا البيانات، تسلسل تفاصيل، الرقم الرمزي، وحدة القياس، الكمية، الاستعمالات، الحسابات المخزنية، عندي السعر والقيمة. عندي أي ملاحظة يذكرها هنا. عندي قرار لجنة فحص المواد ادخلت في بطاقة المواد المخزنية من قبل الشخص يذكر اسمه، وهنا عندي التوقيع من المخزن اسمه وتوقيعه. نجي على المستند. عندي نبدي ثانيا مستند إصدار مخزني، ينظم من قبل أمين المخزن عند طلب من القسم المستفيد. ثانيا عدد النسخ متكون من 3 نسخ، النسخة الأصلية ترسل إلى قسم الطالب مع المواد المجهزة إليه، النسخة الثانية ترسل إلى حسابات المخزنية لتسجيلها في بطاقة أستاذ المخازن، النسخة الثالثة تبقى في الدفتر لدى أمين المخزن لترحيلها إلى بطاقة الصنف المختلفة. عدي ثالثا شكل المستند. شكل عدي مستند إصدار مخزني يتكون من 3 نسخ، نسخة القسم الطالب، نسخة الحسابات المخزنية، نسخة المخزن تبقى في المخزن. عدي الرقم والتاريخ يذكر، قسم الطالب يذكر الاسم، رقم المالية المطلوبة لها، ورقم استمارة طلب المواد، وتاريخ الطلب يذكر تاريخ مالتي. عدي هنا نفس بيانات المثال المستند السابق. عدي تسلسل تفاصيل، الرقم الرمزي، وحدة القياس، الكمية ذكرا، الاستعمالات، الحسابات المخزنية، السعر والقيمة، وإذا عدة ملاحظات يذكرها. وعدي هنا اسم أمين المخزن وتوقيعه، وهنا عدي اسم المستلم توقيعه وتاريخ الاستلام، شوفت الاستلام يذكر لي تاريخه. عدي ثالثا مستند إعادة مواد. أولا ينظم من قبل القسم المعيد للمواد. ثانيا عدد النسخ 3، النسخة الأصلية ترسل إلى أمين المخزن مع المواد المعادة، النسخة الثانية إلى الحسابات المخزنية ترحيلها إلى بطاقة استعادة المخزن، النسخة الثالثة تبقى في الدفتر لدى القسم المعيد للمواد. عدي ثالثا شكل المستند. يتكون مستند إعادة المواد من 3 نسخ، نسخة القسم المعيد ونسخة الحسابات المخزنية ونسخة المخزن. يتكون من الرقم، التاريخ يذكر، القسم الذي عادة المواد يذكر، رقم العملية، رقم مستند وتاريخ مستند إصدار المواد، رقم مالته وتاريخ، والبيانات عدي تسلسل التفاصيل، الرقم الرمزي، وحدة القياس، الكمية، الاستعمالات، الحسابات المخزنية، عدي السعر والقيمة والملاحظات. عدي اسم القائم بإعادة المواد، التوقيع يذكر يكتب لي توقيع الشخص، واسم أمين المخزن وتوقيعه. رابعا عدي مستند تحويل المواد. يحصل مستند تحويل المواد، يحصل في بعض الأحيان تحويل مواد من قسم إلى آخر ضمن المنشأة الواحدة، يكون الكمية المصروفة للقسم معين أكثر من حاجتها، وبنفس الوقت هناك قسم آخر بحاجة إلى تلك، فيفضل في هذه الحالة التحويل مباشرة من القسم الأول إلى القسم الثاني. ينظم المستند من القسم المحول للمادة. اثنين عدة عدد النسخ متكون من 4 نسخ، النسخة الأصلية تحفظ لدى القسم الذي حول المواد، النسخة الثانية ترسل مع المواد المحول التي حولت إليها، النسخة الثالثة ترسل إلى شعبة الحسابات المخزنية،
النسخة الرابعة ترسل إلى شعبة حسابات تكاليف تنزيل قيمتها من الجهة المحولة منها وتحميلها على الجهة المحول إليها. عندنا ثالثا شكل المستند. شكل المستند يتكون مستند تحويل المواد، قلنا أربع نسخ متكون: نسخة الجهة المحولة منها، نسخة الجهة المحول إليها، نسخة الحسابات المخزنية، نسخة حسابات التكاليف. أجي يذكر الرقم مالته والتاريخ، والجهة المحول منها يذكرها يا الجهة، والجهة المحول إليها يذكرها، وعدي بالبيانات تسلسل التفاصيل الرقم الرمزي ووحدة القياس الكمية الاستعمالات الحسابات المخزنية السعر والقيمة والملاحظات. عندي توقيع مسؤول الجهة المحول منها اسمه والتوقيع، وتوقيع مسؤول الجهة المحول إليها.